على كل حال هروح زي ما قلنا، احنا هنحاول ان احنا نروح المحافظات كلها، او يعني المحافظات اللي طبعا اكيد بتشهد اليوم التاني لعملية انتخابات الرئاسة، الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2018. نشوف بعض اللقطات في المنيا. هي في الحقيقة شخصية طفلة عندها 6 سنوات، وهي فريدة، وهي فاقدة للبصر، اسمها فريدة. نزلت يعني أمام اللجان ومعاها علم مصر، وأصرت إنها تنزل مع أسرتها. قالوا لي فين علمها سرح وتخيل في أرض عليه حراس كتيرة في وسط خط الفريق. بحيا 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 مصر حرة. دي فريدة طفلة عندها 6 سنوات من محافظة المنيا، وهي طفلة كفيفة وأصرت أن هي تنزل زي ما انتوا شفتوا وترفع علم مصر وتشارك في انتخابات الرئاسة. طبعا هي أكيد يعني غير مقيدة بجداول الانتخاب، إنما نزلت مع يعني والديها علشان تحضر هذه المناسبة.